السلام عليكم. هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شرح لثالث محاضرة من محاضرات الإيمونولوجي اللي رح نحكي فيها عن Lymphocyte Development and Antigen Receptor Gene Rearrangement. الاسم شوي طويل وحتى المحاضرة شوي طويلة، فإن شاء الله الفيديو ما يكونش هالقد يعني طويل. بس كل الفكرة من هاي المحاضرة اللي هي إنه إحنا رح نتطلع على الليمفوسايت اللي موجودة عندنا بالدم، اللي هي بالأخص B cells و T cells، ونشوف كيف وصلوا للشكل اللي إحنا بنعرفه، كيف تكونت عندهم الريسبترز اللي بتخليهم يعملوا الوظيفة تبعتهم. ورح نتطلع على ريسبتر معين اللي هم الأنتيجين ريسبترز، ونشوف كيف الجينات تبعت الأنتيجين ريسبترز بصير لها ري أرينجمنت بطريقة إنه الليمفوسايت يكونوا قادرين يتعرفوا على عدد كبير من الأنتيجينز اللي بتعرض لها الجسم. تمام؟ فهذا السلايد انا غيرت ترتيبه وحطيت ممكن كم من شغله، يعني غيرت صياغتها وحطيت صور جديده. فالترتيب هلا صار كالاتي: في بالبدايه قلت اضيف سلايد بسيط اطلع عليه من الاساس الدم ايش هم انواع الليمفوسايتس اللي بتكون فيه، عشان احنا بالمحاضره قاعدين عم نشوف الخطوات اللي بتكونوا فيها كل انواع الليمفوسايتس هاي. فبالبدايه قلت انه احنا نتعرف عليهم، انه من الاساس شو هم الليمفوسايتس اللي قاعدين اللي موجودين عندنا احنا بالدم. فتاني شغله زي ما حكينا انه رح نطلع على الديفلوبمنت تبعت هاي الليمفوسايتس، كيف بنكون احنا مش بلشنا من الكومن بروجينيتور لا الليمفوسايتس اللي موجودة بالليمف نودز واللي عم تعمل لي الوظائف اللي احنا بنعرفها. بعدين رح نيجي نطلع، خلينا نقول مايكروسكوبيكلي، نيجي نطلع على السيل ممبرين تبع هاي الليمفوسايتس ونشوف الريسبترز اللي عليها. رح نطلع بالاخص على الستركتشر تبع التي سيل ريسبترز والبي سيل ريسبترز، ورح نتعرف كيف اساسا هاي التي سيل ريسبترز والبي سيل ريسبترز بتتكون عن طريق العملية اللي اسمها Genetic Recombination. بعدين رح نحكي بالتفصيل عن T cell development وال B cell development. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبلش بال lymphocyte types. احنا لما نيجي نشوف ناخد عين من الدم ايش هم الليمفوسايتس اللي ممكن الاقيهم. هلا كل الليمفوسايتس لو بدي اشوف تحت الميكروسكوب رح يكون لهم شكل واحد، يعني النيوتروفيلز والبيزوفيلز مثلا بقدر اطلع عليهم التنتين واحكي والله هدول شكلهم مختلف، في لهم نيوكليوس شكله مختلف، في لهم جرانيولز مختلفة، بس الليمفوسايتس لا، تحت الميكروسكوب فعليا ايدنتيكال، نفس الاشي بالضبط، البي سيلز والتي سيلز والناتشورال كيلر كل نفس الشكل بالضبط. طيب شو اللي بيفرق عندهم؟ اللي بيفرق هم الريسبترز اللي موجودين على سطحهم. فاذا انا عندي الكومن ليمفويد ستيم سيل رح يصير له ديفرنشيشن بانه يعطيني ريسبترز مختلفة. لو طلع عليه البي سيل ريسبتر رح يكون بي سيلز، لو طلع عليه تي سيل ريسبترز رح يعطيني تي سيلز، والناتشرال كيلر سيلز احنا ما رح نحكي عنها بهاي المحاضرة فخلينا نطنشها شوي. هلا البي سيلز نفسهم في منهم نوعين، برضه انا بعمل هاي التقسيمة على حسب الريسبتر الثاني اللي بيكون موجود. الكونفنشنال بي سيلز هم اللي بحكي عنهم طول الوقت، والبي 1 سيلز هذا نوع كتير قليل يعني من البي سيلز، واحنا جديد رح نتعرف عليه رح نحكي عنه باخر المحاضره. هلا تي سيلز اللي احنا حكينا طلع عليهم التي سيل ريسبتر برضه رح يكونوا نوعين. اول نوع بيطلع عليه الفا بيتا تي سيل ريسبتر، يعني هو هذا واحد من انواع الريسبترز اللي هو الفا بيتا. وبعدين نوع تاني بيكون بس بيكون يا دوب 5% ولا 10% اللي هو جاما دلتا تي سيل ريسبترز. احنا رح نحكي بالتفصيل، او عادة يعني لما اكون بحكي عن التي سيلز بيكون قصدي عن الالفا بيتا تي سيل ريسبترز. تمام؟ هدول الالفا بيتا بصير لهم ديفرنشيشن زيادة وبيطلع عليهم نوع معين من الريسبترز اللي هم يا اما CD4 او CD8. CD4 هي رح تعطيني التي هيلبر سيلز، هاي واحدة من انواع التي سيلز، والCD8 رح تعطيني السيتوتوكسيك. طبعا هاي جزئية رح نحكي عنها بالتفصيل، بس انا قلت بالبداية انه احنا نتعرف على ايش هم الانواع اللي بتكون موجودة عندي بالدم، عشان هلا بعد شوي رح نبلش من الاساس، من وقت ما يكونوا ستيم سيلز بالبون مارو، ورح نشوف خطوة خطوة كيف بيوصلوا للشكل الماتشور، كيف بيوصلوا للخلية الفانكشنال اللي هي جزء من الادابتيف اميون سيستم. تمام؟ فنرجع من الاساس، من لما يكونوا بالبون مارو وهي عباره عن ستيم سيل. في عندي انا هيماتوبويتيك ستيم سيلز اتش اس سيز، هذول هم اللي بيعملوا الستيم سيلز اللي بيطلعوا لي كل خلايا الدم. الهيماتوبويتيك ستيم سيل
تعمل differentiation على أساس تطلع لي pluripotent stem cells اللي هم common lymphoid progenitor. common lymphoid progenitor راح تطلع لي الثلاث أنواع اللي حكيناها هون اللي هي B cells, T cells, natural killer cells. بس بالبداية أول ما يطلعوا أول ما يتكونوا ما بيكون اسمهم B cells, بيكون اسمهم pro B cells, إنه هاي لسه ما صارت B cell mature, ما صارت البي cell اللي إحنا بنشوفها بالدم. فإذا رح يطلع عندي pro B cells, pro T cells و natural killer cells. أوكي, هذا الحكي وين بصير؟ بالبون مارو. هلا رح تطلع عندي هاي البرو تي سيلز وتروح للثايمس على اساس انه تكمل الديفلوبمنت تبعها. بالثايمس بتقرر او انه بتصير عندي تقسيمه للتي سيلز انه جزء منهم, جزء كبير منهم يصير الفا بيتا, وبعدين 5% او 10% منهم يصير جاما دلتا تي سيلز. تمام. فالفكره انه هدول البرو بي سيلز والبرو تي سيلز راح يتعرضوا لبروتين معين اللي هو السيتوكاينز IL7. هذا السيتوكاينز IL7 راح يأمرهم بأنهم يتكاثروا ويكبروا. تمام. فإذا البرو بي والبرو تي سيلز راح يصيرهم بروليفريشن, انهم يعني يتكاثروا يزيدوا بعددهم. بعدين انا بدي ابلش اعطيهم اطلع يعني سوري اكون الريسبتر تبعهم. اساسا كل الفكره تبعت البي سيلز والتي سيلز هي انه يكون في عليهم انتيجين ريسبترز على اساس انهم يتعرفوا على المواد اللي عم تيجي تدخل على جسمنا ويقدروا يعطوني الاميون ريسبونس اللي انا بحتاجه. فثالث خطوه هي انه الفانكشنال انتيجين ريسبترز تبلش تتكون. الفكره انه بلشت تتكون, فرح الاقي انه طلع عندي جزء صغير من الريسبتر وهلا بطل اسمهم برو بي سيلز وبرو تي سيلز, هلا صار اسمهم بري سيلز. فاول ما ابلش اكون الريسبترز بصير الاسم بدل ما هو برو بصير بري. تمام. فبرو بتكون بري. اوكي. هلا البري بي سيلز وين بتتكون؟ بالبون مارو. اما البري تي سيلز تتكون بالثايمس. هذا الحكي كيف بصير هذا التكوين, كيف ببلش انا يطلع عندي الانتيجين ريسبتر؟ عن طريق عمليه اسمها جين ري ارينجمنت, رح نحكي عنها بالتفصيل الممل. اوكي. فاذا كان عندي ستم سيلز اعطتني برو بي سيلز وبرو تي سيلز, البرو بلش يطلع عليهم ريسبترز, اول ما بلش يطلع عندهم ريسبتر بطل اسمهم برو صار اسمهم بري سيلز. تمام. فالخلايا اللي قدرت يعني تكون جزء من الريسبتر هدول هم الناجحين, وهدول هم اللي بحكي لهم انه يلا اعملوا بروليفريشن, يعني يلا تكاثروا. تمام. فالبري سيلز بصير لها بروليفريشن كردا للسنجل ترانسدكشن اللي بتجيها من الفورمد ريسبتر. تمام. فهلا رح ابلش برابع خطوه اللي هي انه البري سيلز تكمل تكوين الريسبتر اللي ذكرناه. تمام. فلما يكتمل عندي الريسبتر بدل ما اسميها بري تي سيلز او بري بي سيلز, هلا بصير اسمها اماتشور سيلز, بصير اسمهم اماتشور بي سيلز او اماتشور تي سيلز. تمام. فالريسبترز بيروحوا يعني بيكونوا انواعهم جدا مختلفه, يعني كل ريسبتر بيكون مختلف عن الثاني على اساس انه انا اقدر اتعامل مع عدد هائل من الانتيجنز اللي ممكن يتعرض لها الجسم. فهاي هي كل جمله ممكن احنا نشوفها صعبه شوي, بس كل الفكره انه الريسبترز انواعهم مختلفه على اساس انه يقدروا يتعاملوا to cover limitless repertoire. repertoire is kind of like يعني هي بس مخزون, خلينا نقول مخزون هائل من الانتيجنز اللي ممكن يتعرض لها الجسم. تمام. وهي العملية بتضلها تعيد يعني ملايين المرات بحياة الشخص. فكان عندي استمسل بعدين صار له differentiation أعطاني pro lymphocyte. البرو lymphocyte أول ما ببلش يتكون عليه receptor بصير اسمه pre lymphocyte. بعدين لما الريسبتر يكتمل تكونه بصير اسمها immature lymphocytes. بعدين بصير في عندي عملية معينة هي maturation رح نحكي عنها بعدين. تمام. هلا لما يكون صار عندي هذا الاماتشور lymphocytes, انا رح ابلش اختار مين فيهم ناجح, مين فيهم هو رح يعمل الوظيفه اللي انا بدي اياها. فبصير اشي بسميه selection events.
السلكشن ايفنتس رح تحافظ لي على الاماتشور سيلز اللي عملوا انتيجين ريسبترز يعني لهم كفاءه عاليه، اللي عملوا انتيجين ريسبترز بيشتغلوا صح. الانتيجين ريسبترز كيف بحكي انهم، كيف بحكم انه بيشتغلوا صح ولا لا؟ اذا قدروا يعملوا elimination للدينجرس سيلز، تمام؟ مش هيك الموضوع. انا هذا selection events اللي بكون بعمله هو اني انا عم بحافظ على immature cells اللي عملوا لي antigen receptors صح، والselection events نفسها بتكون قاعدة عم تطرد او عم تقتل الخلايا اللي بلشوا يشبكوا بال MHCs بطريقة مضرة، تمام؟ فأنا بحافظ على الناجحين وبروح بعمل elimination لأي خلية ممكن تصير مضرة لجسمنا وتسبب لي autoimmune disease، تمام؟ هلأ إحنا حكينا بالبداية إن هون صار عندي immature lymphocytes، صار لهم selection إنه بدي ألاقي أنا بس الناجحين منهم، بعدين بصير عندي differentiation على أساس يطلع mature B cells ومature T cells. هلأ T cells رح يصير لهم عملية لسه كمان specific زيادة اللي هي انه يصيروا يا اما CD4 plus او CD8 plus، تمام؟ بعد ما كل هاي العملية تكتمل هيك صار عندي lymphocyte developed mature، صار جاهز انه يروح على مكانه اللي بيشتغل عليه، وين المكان اللي بيشتغل فيه اللي هي peripheral lymph nodes، تمام؟ مرة تانية عندي common lymphoid progenitor أعطتني pro B cells و pro T cells. البرو بلش يتكون عليها receptors، أول ما بلش يتكون الريسبتر صرت أسميها pre B cells أو pre T cells، لما يكتمل الريسبتر بصير اسمها immature B أو T cells، تمام؟ بعدين رح أعمل selection مين هو عم بيعمل recognition بطريقة منيحة ومين عم بيعمل recognition جدا عالي لدرجة إنه ممكن يضر جسمي. أي إشي عم بضر جسمي أنا بروح بقتله، أي خلايا رح تضر جسمي بخليها تعمل apoptosis. طبعا هاي جزئية رح نحكي عنها بعدين بالتفصيل، أوكي؟ إحنا هيك حكينا، عضلنا نحكي إنه عم نكون ريسبتر. طيب شو هو هذا الريسبتر اللي إحنا بدنا نكونه؟ خلينا نطلع على أول نوع اللي هي الألفا بيتا تي سيل ريسبترز. رح نحكي عن التي سيلز. هلا التي سيلز لو أجي أطلع على سطحها رح يكون عليها، يعني جزء منهم رح يكون عليها الألفا بيتا تي سيل ريسبتر. هذا كيف شكله بالضبط؟ لو أجي أطلع عليه رح ألاقي إنه في عندي كومبلكس كامل، يعني هو مش مجرد ريسبتر واحد، لا في عندي أكتر من بروتين. هذا يعني الكومبلكس مكون من ألفا تشين بيتا تشين، بعدين عندي إيش بسميه زيتا تشينز و سي دي 3 بروتينز. ممكن الموضوع يكون هيك أسماء جديدة علينا وإشي صعب، بس هو إشي بسيط جداً. كل بساطة أنا رح أكون بحاجة إنه التي سيلز تتعرف على الأنتيجنز. طب كيف رح تتعرف على الأنتيجنز؟ عن طريق التي سيل ريسبترز. هذا التي سيل ريسبتر في على سطحه مكان بيشبك عليه الأنتيجنز، تمام؟ بس شو الفكرة؟ إنه أنا هذا الأنتيجن لما يجي يشبك عندي بده يروح يخلي الخلية تتصرف. نيجي نطلع هون تحت، طيب أنا ما عندي خلينا نقول cytoplasmic part كبير، فما رح تقدر، ما رح يقدر هذا الريسبتر إنه يوصل السيجنال، إنه يوصل الإشارة للخلية إنه يلا تصرفي، هاي في عندك أنتيجن. فمين رح يعمل هاي الوظيفة؟ مين رح يعمل وظيفة السيجنالينج اللي هي إنه نؤمر الخلية إنها تتصرف؟ البروتينات اللي محيطة بهذا التي سي آر. شو هم هاي البروتينات؟ عندي بروتين اسمه CD3. CD معناها cluster differentiation، بس مش ضروري نعرفها. المهم عندي هذا CD3 زي ما انتو شايفين بيكون عندي اثنين منهم، وبرضه عندي اشي بنسميه الزيتا تشين. كل فكرتهم هدول انهم رح يوصلوا لي السيجنال، رح يروحوا يحكوا لخلية التيسل اول ما يشبك عليها انتجن انه يلا تصرفي، اعملي سايتوكاينز، اعملي اللي بدك، المهم انه يلا اشتغلي عشان انت اجى عليكي انتيجن، تمام؟ فهذا بالنسبه للكومبلكس كامل. خلينا نحكي بالتفصيل عن التي سيل ريسبتر اللي احنا مهتمين فيه حاليا. هلا التي سيل ريسبتر رح يكون مكون زي ما قلنا من الفا تشين وبيتا تشين. كل تشين في له جزء فاريبل، هيو فوق هذا الفاريبل بارت، اوكي، جزء كونستنت،
بعدين في عليه هنج، هذا الهنج خلينا نحكي انه اشي بين ال constant part وال cell membrane، على اساس انه يخلي الريسبتر قادر يتحرك ويروح يعني حركة بسيطة على اساس انه يروح باتجاه الاندجين. وبعدين عندي trans membrane part اللي هو جزء رح يكون قاعد عم بيخترق ال cell membrane، و cytoplasmic tail، بس هذا cytoplasmic tail يعني شوي صراحة كتير قصير. رح الاقي انه الالفا chain والبيتا chain تبعت التيسر ريسبترز ايش في بيناتهم؟ في بيناتهم داي سلفايد بريدجز. هلا داي سلفايد بريدج احنا من الاساس اخذناها بالبايوكيمستري بتكون مكونه بين امينو اسيدز اللي هم شو؟ السيستين. فبما انه هذا احنا عم نحكي عن بروتين رح يكون فيه امينو اسيد السيستين، سيستين بيعملوا بيرتبطوا مع بعض وبيعملوا لي داي سلفايد بريدج، وبهيك بتكون الالفا تشين والبيتا تشين مربوطين ببعض. تمام؟ فالتيسر ريسبتر انا بدي اياه يتعرف على بيبتايد ام اتش سي كومبلكسز، يعني رح يتعرف على بروتينات. تمام؟ مش رح يتعرف على ليبز ولا رح يتعرف على سكريات، المهم انه رح يتعرف على بروتينات. خلينا نطلع شوي على جزء الفوقاني من هذا التيسر ريسبتر اللي هو الهايبر فاريبل ريجن. هايبر فاريبل اللي هي في عندها اختلاف هائل، هاي في خلينا نقول سيلكشن كبيره او يعني اختيارات كبيره بين كيف ممكن يكون شكلها. تمام؟ هذه هي جزئية اللي رح تكون فوق. في عندي variable part of alpha chain، هيها هون بسميها V alpha، وعندي variable part of beta chain، هاي هي جزئية اللي رح يشبك فيها الانتجن. وعشان هيك احنا بنحكي انه مختلفة، عشان خلايا جسمنا T cells رح تتعرض لعدد كبير، عدد مختلف سوري يعني عدد كبير من انتجنز مختلفة. تمام؟ فهي نفسها اللي رح يكون يعني ممكن لو أشبهها هي المكان اللي موجود بالأنتيبادي وبيشبك بالأنتيجن. مش أنا بعرف إنه الأنتيبادي بيشبك بالأنتيجن، فأنا بدي أعتبر إنه الـ V ألفا والـ V بيتا هو المكان اللي بالأنتيبادي اللي بيشبك لي بالأنتيجن. يعني بالمختصر الـ V ألفا والـ V بيتا هو المكان اللي بيشبك عليه الأنتيجن. في ثلاث أماكن بكل chain، هنا رح ألاقي 3 sites بيشبك فيها الأنتيجن، وهنا برضو رح ألاقي 3 sites. هيك إحنا تعرفنا على شكل الألفا بيتا تي سي آر. زي ما حكينا عندي ألفا chain وبيتا chain، خلينا نحفظهم عشان رح نحكي عنهم كتير. تمام؟ بعدين هلا نبلش نطلع كيف شكل البي سيل ريسبتر. طيب هلا البي لينفوسايت لو أجي أطلع على سطحها رح ألاقي إنه في عليها أنتيباديز، بس هاي الأنتيباديز هل هي فري؟ هل هي أنا خلص بعملها سكريشن وبطلعها من الخلية؟ لا، هذا أنتيبادي شابك بالممبرين، فبسميه ترانس ممبرين أنتيبادي، وهذا هو الريسبتر تبع البيسل. فإذا ريسبتر البيسل أو BCR عبارة عن شو؟ عبارة عن ترانس ممبرين أنتيبادي، فهو شكله زي اي انتيبادي احنا رح نحكي عنه بعدين بالمحاضرات الجاي، بس الفكره انه هو ترانس ممبرين، يعني هو صاير جزء من الممبرين تبع البي سيل. مكون من ايش؟ مكون من تو هيفي تشينز، هي اول هيفي تشين وهي ثاني هيفي تشين، و تو لايت تشينز، هاي لايت تشين هون ولايت تشين هون. اوكي، هذول التو هيفي تشينز والتو لايت تشينز برضو زي نفس نفس المشكلة اللي فوق، ما رح يقدروا يوصلوا للسيجنال، ما رح يقدروا يوصلوا الأمر للبي سيل إنها تشتغل، هم بس بيرتبطوا مع الأنتيجن. طيب مين رح يوصل لي السيجنال؟ مين رح يعمل السيجنال ترانسدكشن؟ تو موليكولز اللي هم اي جي الفا واي جي بيتا. فإذا هذا ترانس ممبرين أنتيبادي مكون من تو هيفي تشينز وتو لايت تشينز، مرتبط مع مش مرتبط يعني في جنبه إيش؟ two signaling chains اللي هم IG alpha و IG beta. برضو رح لو أطلع عليه هذا ال BCR رح ألاقي إنه فيه برضو hinge region هنا، بس هي مش مبينة بصورة، بس المهم إنه على أساس يكون في عندي حركة بسيطة للريسبتر والترانس membrane part اللي هو الجزء اللي رح يكون موجود جوا الممبرين. تمام؟ هذه بالنسبة لشكل ال TCR وشكل ال BCR. مراجعة بسيطة زي ما حكينا TCR رح يكون معمول من ألفا تشين
وبيتا تشين، وجنبه في عندي سي دي 3 وزيتا تشينز. السي دي 3 والزيتا تشينز شو فكرتهم؟ انه رح ينقلوا لي السيجنال، رح يؤمروا للخليه انه يلا تصرفي اعملي شغلك، هي احنا واجهنا انتجن، تعرفنا على انتجن، عملنا بايندينج، يلا تصرفي. تمام؟ فهذا بالنسبه للسيجنال ترانسدكشن اللي بتصير عندي بالتي سيلز. اما بالبي سيلز رح يكون عندي زي ما قلنا انتي بودي موجود على الترانس ممبرين، هو اللي رح يشبك بالانتيجن. تمام؟ وال رح ينقل لي السيجنال هم الاي جي الفا والاي جي بيتا. مراجعة بسيطة، كيف شكله؟ متكون من 2 heavy chains تمام و 2 light chains، هيهم هون. اوكي، فهذا هو شكل ال تي سي ارز وال بي سي ار. فهلا بدنا نتطلع ايش هي العملية اللي رح تكون لي ريسبترز مختلفة. احنا الجسم بتعرض لانتيجنز كتير كتير، يعني فعلا جدا مختلفة. طيب كيف الجسم مهيأ لانه يتعرض لهالقد اختلاف بالانتيجنز؟ الفكرة انه في عندي عملية تعطيني ريسبترز مختلفة، واختلاف هاي الريسبترز هو اللي بيخلي الجسم قادر يتعرف على انتيجنز مختلفة. شو هي هاي العملية؟ اسمها سوماتيك أو جينيتيك ريكومبينيشن. تمام؟ شو هي أساساً؟ هاي أنا بحكي جينيتيك ريكومبينيشن، فشو اللي بكون عم بعمله؟ بكل بساطة قاعدة عم بجيب different gene segments، يعني أجزاء من الجينز تبعت التي سيلز، وقاعدة عم برتبها بطريقة عشوائية. مرة بجيب ال سيجمنت من هون، يعني خلينا نقول ممكن هلا لو احكي هالموضوع رح يكون صعب، بس بكل بساطه انه انا في عندي جين سيجمنتس مختلفه، انا برتبهم بطريقه عشوائيه، كل ما ارتب ترتيب مختلف هذا الاشي بيعطيني ريسبتر مختلف. تمام؟ فهاي هي العمليه اللي هي ان انا عم برتب سيجمنتس بطريقه عشوائيه راندوم اسامبلي. طيب ايش اللي بيطلع منها؟ شو الريزلتس تبعت هاي جينيتيك ريكومبينيشن؟ والله هذا الشغلة بتعطيني تي سيل ريسبترز مختلفة، برضو بتعطيني بي سيل ريسبترز مختلفة. اوكي، وبرضو هاي هي الطريقة اللي بيطلع عندي انتي بوديز، اللي خلايا الاميون سيستم بتطلع فيها انتي بوديز. احنا بنحكي هذا الحكي عم بيكون عشوائي، كل مرة عم بيعطيني ريزولت مختلفة. ولو أجي أطلع على الأنتي بوديز، هي في منها أنواع هائلة، يعني كل واحدة منهم تتعرف على أنتيجين مختلف. طيب هذا الاختلاف الكبير من وين جاي؟ جاي من هاي العملية اللي هي جينيتيك ريكومبينيشن. هلا بدي أحكي عن نوع معين من هذه الجينيتيك ريكومبينيشن بيصير بالليمفوسايتس، هو اللي رح نركز عليه بهاي المحاضرة. هذا النوع اسمه VDJ recombination، هو a special type of genetic recombination بصير لجين segments معينة. شو هم هدول الجين segments؟ في عندي بالبداية segments اسمهم variable segments، ممكن اسميهم V. بعدين عندي segments اسمهم diversity segments او برضو D. واخر شغلة عندي joining او J segments. اوكي، جي جين سيجمنتس. تمام؟ فبكل بساطه انا في عندي بيكون سيجمنتس مختلفه، بيكون عندي اجزاء من الجين مختلفه، انا بروح باخذ واحد من الفي، واحد من الدي، واحد من الجي، وكل مره بيطلع معي خليط مختلف من هدول الثلاثه، وهذا الخليط المختلف بعطيني ريسبتر يونيك، بعطيني اشي فريد، بيعطيني اشي مختلف. تمام؟ طب أنا ليه عم بعمل هذا الريكومبينيشن؟ زي ما حكينا عشان يطلع عندي يونيك ريسبترز، هدول الريسبترز رح يكونوا أنتيجين ريسبترز. طيب الأنتيجينز اللي هم المركبات اللي بتعرض لها الجسم، هل هي يدوب ممكن 10 ولا 100 والإشي زي هيك؟ لا، هم بالملايين، كتير كتار، الجسم بتعرض لكتير أشياء. فعشان هيك أنا بحتاج لريسبترز تتعرف على هاي الأنتيجينز برضو يكون عددها كتير كبير. تمام؟ فأنا بدي اليونيك ريسبترز يكونوا collectively recognize many different types of molecules. تمام؟ وبهذا الإشي رح يعطيني diversity، رح يعطيني اختلاف، رح يكون كل ريسبتر قاعد عم بيتعرف لي على antigen مختلفة. طيب هذا الحكي متى بصير؟ بصير during B cell development and T cell development.
والهي احنا زي ما حكينا احنا عم نطور التي سيل، عم نخليها ماتشور. والماتشور تي سيل ايش بيكون عليها؟ ريسبتورز. هاي الريسبتورز كل وحده لها شكل مختلف، الشكل المختلف هذا من وين اجى؟ اجى من عمليه الجينيتك ريكومبينيشن. طيب وين هذا العمليه بتصير؟ بالنسبه للبي سيلز بتصير جوا البون مارو، اما بالنسبه للتي سيلز بتصير بالثايمس. اوكي طيب شو هم؟ زي ما عندنا نتطلع اكتر على الجين سيجمنتس هاي اللي انا بعمل لها اسمبلي. مش احنا عم نحكي انه كل فكره الجينيتك ريكومبينيشن انه عندي اجزاء من الجينز عم بخلطها بطريقه عشوائيه. شو هم هدول السيجمنتس اللي انا قاعده عم بخلطهم؟ بالتي والبي سيلز هدول الجي سيجمنتس عباره عن زي ما حكينا variable segments, diversity segments و joining segments. خلينا نشوف أعدادهم عشان إحنا نتخيل قديش في عندي خلينا نقول خليطات، مش خليطات شوي بالله بعرف شو جمع خليط صراحة، بس المهم إنه أنا كل ما أجيب بطريقة عشوائية أجيب واحد من 65 variable segments وواحد من 6 diversity segments واحد من joining segments، كل مرة رح يطلع عندي إشي مختلف، وهذا هو اللي بيعطيني الاختلاف بالريسبترز اللي موجودة على البي سيلز والتي سيلز. ممكن لو نحكي بالأرقام على أساس نتخيل، بحكي لك تقريبا العلماء يعني بقولوا إنه في ما يقارب 3 × 10^11 ريسبترز مختلفة، فالرقم هائل. أنتوا لو تخيلوا، أنتوا شايفين إحنا كيف، بس إحنا كل اللي عم نعمله إنه عم نختار وحدة من الـ variable segments وواحدة من الـ diversity segments وواحدة من الـ joining segments، بس بما إنه أعداد هاي الـ segments كتير كبيرة، فاللي بيطلع عندي النواتج اللي بتطلع عندي برضو أعدادها هائلة. إحنا بنحكي 3 × 10^11، تمام؟ هذا بالنسبة للـ segments اللي هي الـ VDJ. هاي هي رح تكون إيش مالها؟ variable مختلفة. في عندي segments constant، لا هاي بتكون ثابتة. بالنسبة للـ BCR light chain اللي هي هون، خلينا نشوفها بس light chain هاي الصغيرة، جزء صغير، ال constant part رح يكون إما كابا أو لامدا. أوكي رح يكون أسماءهم يا كابا أو لامدا. هلا بالنسبة لل BCR heavy chain أنا عندي خيارين، إما C mu أو C delta. لو أنا أخذت ال constant mu segment الانتيبادي اللي رح يطلع معي اسمه IgM، ولو أخذت ال C delta segment الانتيبادي اللي رح يطلع معي اسمه IgD. أوكي؟ فإحنا هلأ رح نطلع بالتفصيل كيف ممكن جين هالقد طوله بالأخير يصير مجرد 3 segments. كيف أنا ممكن أخذ بس هذا الجزء الصغير من الجين الكبير جدا هذا؟ تمام، رح نشوف العملية ايش التفاصيل تبعتها. هي الخطوات كالتالي، في عندي اول خطوة اللي هي السينابس، او انه احنا نعمل لوب من الكروموسوم، زي هيك لفة بسيطة من الكروموسوم. اوكي هي بكل بساطة احنا في عنا هذا كروموسوم، بيجي اول خطوة انه ينلف، ينعمل منه لوب على أساس إنه بدي هذا الـ V segment وهذا الـ J segment يقربوا على بعض. فاللي بعمله إنه كل الكروموسوم اللي بناتهم بلفه لفة واحدة. طيب شو هلأ بضل عندي؟ بضل إني أقصه، هذا كل اللي بناتهم أنا ما بدي إياه. أنا كل اللي عم بعمله إني أنا باخد من الـ segment الطويل هذا، من الجين الطويل، باخد منه بس 3. فإذاً رح يكون عندي جزء كبير أنا ما بحتاجه، فاللي رح أعمله هي شغلة اسمها كليفج، يعني رح أقص. طيب هذا الكليفج مين رح يعمله؟ شو الإنزيم اللي رح يعمل لي الكليفج هاي؟ عندي إنزيم اسمهم RAG1 و RAG2، برضو بسموهم VDJ recombinases. أوكي فإذا أنا اللي عملته هنا هو إني قصيت ال الكروموسوم لوب، هذا كل الكروموسوم، هذا كل جزء الكروموسوم هذا أنا ما بحتاجه أساسا. أوكي طيب هلأ شو اللي بصير عندي؟ بصير إنه هون الكروموسوم
عامل لي زي شكل الهير بن، يعني شوي والله ممكن هذه الهير بن ممكن تكونش واضحة فكرتها، فخليني أفرجيكم بس صورة إيش هي الهير بن. هو هذا الهير بن. إحنا بيكون عندي كان كروموسوم كامل وكلياته مرتبط ببعضه، بس إحنا إجينا قصيناه، فأول ستراند تيجي بتشبك بتاني ستراند بهاي الطريقة، فبصير صعب إني أربط شوي الجزء، بصير صعب إني أربط الجزء هذا بالجزء هذا. فشو بحتاج أسوي هلأ؟ اللي بحتاج أسوي شوي إني أفتح هاي الهيربن زي ما إحنا شايفين بالرابطة اللي بتكون موجودة بين هاي التو سترانز، أنا بفلتها على أساس شو يصيروا قادرين يشبكوا مع بعض، هذا الجزء الفي يصير قادر يشبك مع الجي اللي هون، طبعا الفي هو البرتقالي والجي هو الأخضر، تمام؟ فكانت معمولة هيربن، كان مسكرين على بعض وكان مستحيل إني أنا أقدر أشبكهم ببعض، فعملت هيربن سوري هيربن أوبنينج، فتحتها على أساس شو أقدر أشبكهم ببعض. مين رح يعمل لي هذه العملية؟ إنزيم اسمه أرتيمس إندونيوكلييز، تمام؟ فهلأ بضل عندي إني أضيف السيجمنتس مع بعض، صار لازم أجمعهم جنب بعض على أساس يصيروا جزء كأنهم جين واحد، تمام؟ ولا كأنه نقص. اللي رح يعمل زي ما حكينا اسم العملية هي جوينينج أو باستعمال اللايجيز، وهون بضيف أنا مجرد كم من النيوكليوتايد جديد على أساس إنه يصير الشغلة مكتملة. مين رح يعمل هاي الإضافة؟ مين رح يجمعهم مع بعض؟ إنزيم اسمه تيرمينال ديوكسينيوكليوتيدل ترانسفيريز، هو باختصار TDT، أوكي؟ فهلأ صاروا عندي بالبداية شوفوا قديش كانوا بعاد عن بعض الـ V والـ J، بس أنا هلأ عملت جينيتك ريكومبينيشن على أساس يرتبطوا مع بعض ويصيروا جنب بعض بالضبط، تمام؟ آخر شغلة بعملها هي إني بضيف الـ Constant Gene Segment. طب هلأ خليني أفرجيكم أنيميشن للموضوع على أساس ممكن يسهل أو يوضح أكتر. فنشوف هون شو عندي أنا الـ V segment هذا بدي أشبكه بالـ J segment هذا، فاللي رح أسويه هو كروموسوم اللوب. شو بنعملنا اللوب هذا على أساس أقدر أقص كل الجزء هذا اللي أنا ما بدي إياه، فاللي رح يعمل هذه القصة هو إنزيم زي ما قلنا اسمه RAG1 وRAG2، هي قصة شايفين صار عندي كليفج، بس شو اللي ضل عندي؟ ضل عندي شكل زي الهيربن، زي اللي هي يعني ايش اسمها الهيربن، تمام؟ والتو سترانز تبعت الدي ان اي مربوطين ببعض. فهلا شو لازم اسوي؟ لازم افتح هاي الهيربن. فهيو زي ما انتم شايفين هذا الهيربن ستراكشر صار لازم اني اقيمه. فاللي بيعمله بيجي اكثر من انزيم واللي بسووه هم فتح للهيربن اوبننج هاي، تمام؟ فرح يجي عندي إنزيم التيرمينال دي أوكسين نيوكليوتيدل ترانسفيريز، ورح يضيف كم من النيوكليوتايد على أساس زي ما حكينا يصير جين مكتمل، وبيشبكهم مع بعض بعمل جوينينج، وبهيك بنكون سوري وبهيك بنكون وصلنا للشكل النهائي اللي أنا بدي إياه. فهيك إن شاء الله يعني حكينا إحنا كيف بتصير العملية، إن شاء الله تكون وضحت كل الفكرة. بدنا نطلع specifically بما ان احنا قاعدين بنحكي عن التي سيلز والبي سيلز، بدنا نشوف التي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور كيف الجينيتيك ريكومبينيشن بصير عندهم، كيف يعني كيف بتكون، تمام؟ فخلينا نتطلع على الفورميشن اوف تي سي ار والبي سي ار. اولا اول اشي رح يتكون عندي بالبي سي ار، خلينا نمسك اولا البي سيل ريسبتور، اول اشي رح يتكون فيه هم الهيفي chains. heavy chains زي ما احنا شفنا ممكن هدول ال heavy chains هم الجزء الطويل هذا، هم اول جزء رح يتكون، ورح يتكون من ايش؟ رح يتكون من ال V وال D وال J، اوكي؟ بس اول two segments رح يشبكوا مع بعض هم ال D وال J، فبيجي الانزيمات اللي احنا حكيناهم بيختار randomly طبعا بيختاروا واحد من segments تبعت ال diversity واحد من الجوينينج سيجمنتس، وبصير عندي شو دي جي سيجمنتس. بعدين مين رح يشبك معاهم؟ الفي جين سيجمنتس، فهيك صار عندي في دي جي، اوكي؟ بعدين
اللي رح يشبك فيه بالأخير هو الكونستنت ميو سيجمنت. بيشبك الكونستنت ميو سيجمنت وبهيك بيكون اكتمل عندي البي سي ار هيفي تشين. فإذا هذا أول إشي بيكون عندي، هذا أول إشي بيصير بتكوين البيسل ريسبتر، ولما يكون تكون هذا جزء بسمي الخلية بري بي سي ار. تمام؟ مش احنا حكينا بالبداية بتكون اسمها برو، بعدين لما يبلش يتكون الريسبتر بصير اسمها بري. فمتى بسميها بري؟ لما يكون تكون عندي الهيفي تشينز. تمام؟ هذا بالنسبة للبي سي ار. نطلع على التي سي ار، اول اشي رح يتكون بالتي سي ار هو البيتا تشين. البيتا تشين برضو مكونة من ثلاث اجزاء اللي هي الفي والدي والجي. بالبداية نفس الحكي، رح يجي عندي واحدة من السيجمنتس تبعت الدي واحدة من السيجمنتس تبعت الجي، يرتبطوا مع بعض، بعدين يجي يشبك عليهم واحد من الفي سيجمنتس. فهيك صار عندي في دي جي، وهذا هو اللي رح يكون لي الانتيجين بايندينج سايت. طبعا هذا الحكي للتنين، للبي سي ار والتي سي ار. الفي دي جي هو اللي رح يكون لي الانتيجين بايندينج سايت. ومين بيربطهم مع بعض؟ مين بيعمل يعني مين هو ممكن اكتر انزيم انفولفد بهاي الشغله؟ زي ما قلنا ال RAG 1 و RAG 2. تمام؟ فالتي سي ار قلنا اول شيء بتكون فيها هي البيتا تشين، بانه يجي عندي سيجمنت من الدي وسيجمنت من الجي، بعدين يرتبط عليهم سيجمنت من الفي. شو بضل عندي؟ بضل عندي كونستنت بارت. طيب شو الكونستنت اللي رح يجي للتي سي ار؟ رح اسميه كونستنت بيتا. تمام؟ فصار عندي دي، بعدين شبك عليها جي، وبالاخير اجى انضم لهم في سيجمنتس، واخر شغله هي الكونستنت بيتا سيجمنتس. وبهيك بيكون تكون عندي البري تي سي ار بيتا. اوكي، هاي اول خطوات. هيك صار البرو تي سيل صارت بري تي سيل. فهلا كيف ممكن تتحول لي للمرحله الثانيه اللي هي الاماتشور تي سيلز او الاماتشور بي سيلز؟ بانه اعمل اللايت تشينز. هلا صار وقت انه تتكون عندي اللايت تشينز بال بي سيل ريسبترز، وانه تتكون عندي الالفا شين بالتي سيل ريسبتر. اوكي، فاللي رح يصير تاني خطوه هي انه اللايت تشينز تبعت البي سي ار تتكون. كيف؟ هون ما رح يتدخل عندي الدي سيجمنتس. باللايت تشينز تبعت البي سي ار وبالالفا تشين تبعت التي سي ار ما عندي دايفرسيتي سيجمنتس. اللي بصير الريكومبينيشن بس بتصير بين ال V جين سيجمنتس وال J جين سيجمنتس. اوكي، وبهيك بكون تكون عندي اللايت تشين. بضل اني اضيف الكونستنت بارت. شو الكونستنت اللي رح اضيفه؟ اما بضيف كونستنت كابا او كونستنت لامدا. هلا لما اجي اطلع على ريسبتر واحد اللايت تشينز تبعته يا بتكون كابا يا بتكون لامدا، مش والله واحد منهم كابا وواحد لامدا، لا، التنين يا التنين كابا او التنين لامدا بس. تمام؟ وبهيك بيكون اكتمل عندي بي سي ار كامل. بالبدايه كوننا هيفي تشينز، بعدين كوننا لايت تشينز، صار عندي بي سي ار كامل. طيب التي سي ار كيف بكمل تكوينه؟ باني اعمل الالفا تشين. نفس الحكي اللي بصير عنده انه في جين سيجمنت تنضم لجي جين سيجمنت وبيشبكوا مع بعض، بيضل عندي كونستنت بارت. شو هو الكونستنت بارت اللي رح يشبك للالفا تشين؟ اسمه كونستنت الفا. فاذا هيك شو صار عندي؟ صار عندي تي سي ار الفا تشين اكتملت وصار فيها ديفلوبمنت كامله. اوكي، فمراجعه بسيطه، كيف كوننا الهيفي تشين تبعت البي سي ار؟ جبنا دي سيجمنت وجي سيجمنت شبكناهم ببعض، بعدين جبنا في سيجمنت شبكناها عليها، واخر شغله جبنا كونستنت ميو. اوكي، وهيك كوننا الهيفي تشين. عشان اكون اللايت تشينز رحنا جبنا في جين سيجمنت وجي جين سيجمنت شبكناها ب كونستنت كابا او كونستنت لامدا، وهيك اكتمل عندي البي سيل ريسبتر. وخلية البي سيل بدل ما يكون اسمها بري بي سيل صار اسمها اماتشور بي سيل. اوكي،
أما التي سي آر خلينا نحكي عنها برضو بالتفصيل كمان مرة، بيكون ببلش يتكون فيها هو البيتا تشين. كيف بتكون البيتا تشين؟ بإني بجيب دي سيجمنت مع جي سيجمنت، وبالأخير بضيف عليها في سيجمنت، وآخر شغلة هي إني أضيف constant beta part، وهيك البيتا تشين اكتملت. شو ضل عندي؟ الألفا تشين. طب الألفا تشين كيف بسويها؟ بجيب V segment مع J segment، بضيفها ل constant alpha part، وبتكون عندي ال TCR كاملا، والخلية بصير اسمها immature T cell. أوكي؟ فهي هي بس مجرد يعني صورة للموضوع. زي ما احنا بنحكي light chain تبعت ال BCR بتكون مكونة بس من ال V وال J وال constant part، ما بيكون فيها D. أما الهيفي تشين لا بيكون فيها دي. تمام؟ لو نيجي نطلع هذا بي سي آر، تمام، عشان شكله زي الانتيبودي زي ما حكينا، إلا الهيفي تشين تبعه مكون من هيو V D J C، أما اللايت تشين V J C بس من دون دي. نفس الحكي هنا، البيتا تشين من V و D و J، أما اللايت تشين سوري أما الألفا تشين من V و J. تمام؟ إن شاء الله تكون وضحت الفكرة. هيك إحنا تكون عنا تي سيل ريسبتر كامل. أوكي؟ هلا إحنا لما نيجي نحكي يعني ما عم نحكي عن ريسبتر وبيشبك عليه أنتيجين. الأنتيجين وين بالضبط بيشبك؟ بيشبك على الفاريبل ريجن، اللي هي الإشي اللي مختلف، الإشي اللي بتكون من هدول السيجمنت اللي إحنا حكينا عنها. ما رح يجي يشبك لي على الكونستنت بارت ولا على الهنج ولا إيش زي هيك، لا رح يشبك فوق عند ال variable region. وال variable region بال heavy chain زي تبعت ال BCR، وال beta chain زي ما حكينا رح نرجع نعيد معمول من إيش؟ VDJ. أما ال variable region بال light chain تبعت ال BCR وال alpha chain بس معمولة من VJ من دون D. تمام؟ عشان نختصر الموضوع، إحنا لو نيجي نطلع على خلايانا تبعت ال T cells وال B cells، رح ألاقي إنه الريسبترز تبعتهم فيها اختلاف وتنوع كبير. التنوع هذا اللي بخليها قادر تشبك بانتيجنز كتيرة. من وين جاي؟ جاي من الدايفيرسيتي اللي تيجي من الكومبينيشن اللي احنا عملناها. حركة انه اختار واحدة من هاي السيجمنت وواحدة من هاي السيجمنت، هذا اشي بعطيني تنوع. تمام؟ وتاني شغلة، الدي سيجمنت هاي الدايفيرسيتي سيجمنت بكل بساطة هي قاعدة عم بتضيف لي خيارات جديدة. هاي الخيارات الجديدة تعطيني كمان variability، كمان تنوع، وكمان اختلاف بالريسبتر. تمام؟ فبعدين نيجي على هاي الجزئية رح نحكي عنها بعدين بأكتر، بس باختصار الانتيبوديز اللي هي بيكونها البي سيلز ما بتثبت على نفس الكلاس. يعني مش دائما خلص بتعمل لي IgM، ممكن يصير عندي اشي بسميه كلاس سويتش، انه بدل ما تكون البي سيل عم بتكون IgMs اللي هي يعني احنا عنا الانتيبوديز انواع، في عندي اشي بسميه IgM IgG IgD، هدول الاختلاف فيهم بيكون بالكونستنت بارت. يعني الكونستنت بارت هو اللي بيكون مختلف. فممكن يجي الجينات يصير لها ريكومبينيشن بنفس الطريقة اللي حكينا عنها فوق، على اساس انه بدل ما تصير الخلية تكون لي IgM تصير تكون IgG مثلا. كيف؟ هلا الـ IgM على أساس إن كونه بيكون الـ VDJ شبكة مع constant mu، الميو هي اللي بتعطيني IgM. بس أنا ممكن أجي أعمل اللوب وأعمل كليفج وأقطع وكل هذا الحكي اللي حكيناه فوق، على أساس إنه الـ VDJ بدل ما يكون شابك جنبها constant mu يصير شابك جنبها constant gamma. لما يشبك constant gamma بصير الانتيبادي اللي عم بيطلع عندي مش IgM، بيطلع عندي IgG. تمام؟ فالconstant gamma بيعطيني IgG، constant delta بيعطيني IgD، constant epsilon بيعطيني IgE، constant mu IgM، constant alpha IgA. ممكن مش عارف اذا احنا لازم نحفظها ولا لا، بس يعني قلت احطها بهاي الطريقة على اساس انه لو احنا احتاجنا نحفظها يكون اسهل حفظها. هذا الحكي وين بصير؟ بصير بالسكند لمف نود او سكندري لمف نود. اوكي؟ طيب اوكي شوي انا ممكن نجيب زي. طيب احنا بهيك بنكون خلصنا على التعرف على الطريقة
اللي بيتكون عندي ريسبترز مختلفة. حكينا بكل تفصيل عن الجينيتك أو اللي هي السوماتيك ريكومبينيشن. هلا صار وقت نشوف كيف التي سيلز بصير لهم ديفلوبمنت على أساس يصيروا بالشكل اللي إحنا نعرفه. تمام؟ نيجي من البداية. البريكيرسرز تبعت التي سيلز اللي هي الخلايا اللي راح تعطيني بالنهاية التي سيلز بيكونوا انعملوا وين؟ بالبون مارو. بس إحنا الديفلوبمنت بتكتمل بالثايمس. فمين راح يجيبها للثايمس؟ أنا عندي هاي الخلايا اللي هي اسمها برو ثايموسايتس. بتروح بتكون بتنجذب نحو الثايمس عن طريق بروتينات اسمهم كيموتاكتيك فاكتورز. مين بيطلعهم الكيموتاكتيك فاكتورز هدول؟ خلايا الابيثيليال سيلز اللي موجودة بالثايمس. فالثايمك ابيثيليال سيلز بتعمل لي سيكريشن لكيموتاكتيك فاكتورز على أساس تجيب البروثايموسايتس من البون مارو للثايمس عشان يكتمل الديفلوبمنت تبعهم. هدول البروثايموسايتس لو أجي أطلع على الممبرين تبعهم وأشوف شو الريسبترز اللي عليها، راح ألاقي إنه أولاً ما عليها التي سي آر، ما عليها التي سي ريسبتر، ما عليها سي دي 4 اللي هو كلاستر ديفرنشيشن 4، ما عليها الكلاستر ديفرنشيشن 8. شو اللي عليها بس؟ الكلاستر ديفرنشيشن 3 اللي هو سي دي 3 اللي موجود هون، خلينا أفرجيكم إياه. بس هذولا سي دي 3، أوكي؟ ف يعني هي لساتها مش مكتملة، لساتها is not mature، ما صار لهاش الديفلوبمنت اللي أنا بدي إياها، تمام؟ فرح يبلش الديفلوبمنت تبعها بالثايمس. بس هون لو أجي أطلع هذه الخلايا ما عليها CD4 وما عليها CD8، يعني it's negative for both of them. فإيش بسميها؟ double negative cells، عشان ما عليها لا CD4 ولا CD8، تمام؟ هدول double negative cells جزء منهم بيروحوا يتغيروا الجينات تبعتهم على أساس بدل ما يعطوني الألفا بيتا TCR اللي حكينا عنها قبل بيعطوني الجاما دلتا chain، وبيكونوا جاما دلتا تي سيلز اللي هم عبارة عن 10% من التي سيلز اللي موجودة بجسمنا، تمام؟ هلأ 90% رح يروحوا ويكونولي الألفا والبيتا chain segments اللي احنا حكينا عنهم قبل شوي، أوكي؟ هذا الحكي وين؟ بالسب كابسولر اريا، يعني تحت الكابسول تبعت الثايمس، يعني أول ما يدخلوا على طول. بالكورتكس رح يبلش عندي يتكون البيتا تشين، وحكينا بالبداية قبل شوي قلنا بالتفصيل كيف بيصير التي سي ار، وحكينا انه اول شغلة تتكون عندي هي ايش؟ البيتا تشين تبعت التي سي ار. فببلش تكوينها عن طريق زي ما حكينا الجينيتك ريكومبينيشن تبعت الفي دي جي سيجمنتس بالاضافة للبيتا كونستنت سيجمنت، تمام؟ بعدين اللي بيطلع عندي هون هي البيتا تشين، بيكون في جنبيها invariant protein، يعني بروتين لسه مش مكتمل اسمه pre-T alpha، يعني هو لسه مش شكله زي شكل الالفا chain اللي احنا بنعرفها، لا هو لسه يعني خلينا نقول remnants، يعني بداية تكوين الالفا chain. فالبيتا chain رح يكون جنبها هذا pre-T alpha، رح يكون جنبها CD3 proteins بالإضافة للزيتا proteins، وبهيك بيكون اتكون عندي بالكورتكس تبع الثايمس لبري تي سيل ريسبترز، اوكي؟ فتكون البري تي سي ار كومبلكس. بعدين هلا لازم يكتمل، لازم احنا بدل ما نكون بري بدنا نوصل للاماتشور. طيب كيف هذا الحكي بصير؟ بانه الالفا تشين تبلش تتكون، فبصير عندي الفا تشين جين ري ارينجمنت، بانه زي ما حكينا الفي والجي بس من دون دي بيجوا مع بعض، وبعدين بيشبكوا لي مع كونستنت ألفا سيجمنت على أساس يتكون عندي التي سيل ريسبتر كامل، وبهيك تكونت عندي الاماتشور تي سيلز. بنفس الوقت اللي بتكون الألفا شين قاعدة عم تكتمل تكوينها فيه، برضو بتكون الخلية عم بتكون ريسبترز اسمهم CD4 وCD8. هاي CD معناها كلاستر ديفرنشيشن 4 وكلاستر ديفرنشيشن 8، بيطلعوا على سطح الخلية هيهم expressed وعلى سطح الخلية، وبصير اسم الخلية double positive immature T cells. أنا مش عارفة ليش بحكي immature هيك، بس يعني ال double positive ليه؟ عشان عليها CD4 و CD8. immature ليش؟ عشان صار عليها T cell receptor كامل، ويعني صار هيك شكلها، أوكي؟ فإذا زي ما حكينا بيكون بالبون مارو
بيروح للثايمس عن طريق الكيموتاكتيك فاكتورز اللي بتطلعها الثايميك ابثيليال سيلز، بعدين ببلش عندي تكوين التي سيل ريسبتر، اول شغله بتتكون هي البيتا تشين، بعدين بيكتمل الالفا تشين بالاضافه للسي دي 4 والسي دي 8. اوكي، هلا بصير وقت هاي السي دي 4 والسي دي 8 بدي اشوف كل وظيفتهم هم انهم يتعرفوا على الانتيجنز اللي هم رح يمروا عليها بجسم. فالدبل بوزيتيف سيلز هدول، خلينا نحكي الثايمس بتبلش تشوف مين فيكم ناجح، مين فيكم رح يعمل الوظيفة اللي أنا بدي إياها بالطريقة الصح، فبتعمل إشي بسميه positive selection، اللي هي إنه أي خلية تي سل قدرت تتعرف على السلف MHC، MHC هي major histocompatibility complex، بيكون موجود على أسطح الخلايا، قدرت تتعرف عليه تمام، فمن دون ما تشبك فيه بطريقة كبيرة، إذا هاي الخلايا إيش مالها؟ ناجحة. كمان ما رح أسيب حالي ما شرح تمني. الثايمس ببلش يعمل اختيار وببلش يحافظ على تي سيلز الناجحة. ليش هي رح تكون ناجحة؟ عشانها قدرت تتعرف على السلف MHC من دون ما تشبك فيه بطريقة كبيرة، من دون ما تعمل strong binding لدرجة إنه تيجي مثلا بدها تخربه. أوكي؟ فإن هنا بصير عندي التوظيف إنه أي شغلة أي خلية بلاقيها، والله هيك أنت عملتي recognizing، تعرفتي على MHC، فإذا أنت عرفتي تشتغلي صح فأنا عم بوظفك. بعدين بصير عندي negative selection اللي هي بنبلش إحنا نعمل طرد للخلايا اللي عم بتصرف غلط. طب شو هو التصرف الغلط للتي سيلز؟ التصرف الغلط بأنه أنا آجي أفرجي التي سيل هاي الـ MHC molecule تروح تمسك فيها مسكة زي كأنها بدها تيجي تقتلها. طيب يا عمي غلط هذا الحكي، أنت مش مفروض هيك تعملي. فأي خلية بلاقيها عملت strong binding للسلف بيبتايد أنتيجنز، شو بعملها؟ بروح بشطبها بخليها تعمل apoptosis غصبا عنها، أنه روحي اقتلي حالك، أو بحولها ل تي ريجولاتوري سيلز. تي ريجولاتوري سيلز بكل بساطة هم بيكونوا خلايا اللي قاعدين عم بتحكموا بالإميون ريسبونس. لما أنا بحتاج إميون ريسبونس بيروح ينادوا الخلايا، لما خلص ينتهي الإنفكشن بروح يحكوا لهم يلا كل واحد يرجع على محله. يعني هي بس مجرد تنظيم، يعني خلايا بتنظم الإميون ريسبونس تبع جسمنا. فالبوزيتيف سيلكشن هي مين هم الخلايا اللي قاعدين عم بيشتغلوا صح، مين عم بيشبك بالسلف MHC بالطريقة اللي أنا بدي إياها. يلا هذا منيح، حافظوا عليه، خليه يعيش، خليه يتكاثر. النيجاتيف سيلكشن هو العكس، مين هم الخلايا الفاشلين، مين اللي مش عارفين يشتغلوا صح، مين القاعدين جايين بدهم يقتلوا لي الخلايا الجسم، مين اللي راح الخلايا اللي راح تسبب لي اوتو اميون ديزيزز، بروح بدور عليهم ويابا اعملهم ديليشن انه بخليهم يسووا ابوتوسيس، او بحولهم لتي ريجولاتوري سيل. فاذا هاي السيلكشن إشي جدا مهم لإلي عشان الجسم يتفادى حدوث الأوتو إميون ديزيزز. أوكي؟ أنا كتير طولت، أسفة. هلأ بعدين أنا بدي أضمن كمان مرة الأوتو إميون ديزيزز إشي كتير سيء، يعني مصيبة على وصارت بالجسم، وعن جد بيكون ناس كتير بيعانوا مع هاي الشغلة. فأنا بدي أتأكد كمان مرة إن ما في عندي أي سلف رياكتف سل، ما بدي أي تي سل تروح تشبك بالخلايا لدرجة إنه تيجي تهاجمها. فشو اللي بيصير؟ بلاقي انه بالمضلة تبعت الثايمس في عندي epithelial cells جوا النيوكليس تبعها في بروتين معين اسمه AIRE اللي هو autoimmune regulator. هذا autoimmune regulator ايش بيعمل؟ بيخلي epithelial cell هاي تطلع بروتينات بتكون موجودة على اسطح خلايا الاعضاء البريفرال، يعني أعضاء موجودة بجسمنا بس بعيدة يعني شوي، بيكون في على أسطحها بروتينات، بيكون في على أسطحها بيبتايدز. ممكن وهي التي سيلز قاعدة عم تتعلم هون بالثايمس ما تتعرض لهم هاي البيبتايدز، أول ما تقعد تلفلف بالدم وتوصل لهاي الأورغنز تروح تمسك بالبيبتايدز وتهاجمها وتحاول تقتلها. طيب هذا الحكي إيش سبب لي؟ سبب لي أوتو إميون ديزيز. فأنا بدي أضمن إنه هذه الشغلة ما تصير. كيف بدي أضمن إن هاي الشغلة ما تصير؟ بيجوا عندي هاي الثايميك إبثيريال سيلز اللي هم جواتهم أوتو إميون ريجوليتر، بيكونوا لي
اللي هم tissue specific peptides بيطلعوا لي هاي البروتينات اوكي، وبيروحوا يعرضوها للتيسل انه يلا بنبلش احنا نختبرهم، طلعي هاي هي البروتينات اللي احنا انت رح تتعرضي لها، اذا هاجمتها بنخليها تنقتل، بنصير بنعمل اندوس apoptosis فبصير deletion negative selection يعني. اذا لا والله بس تعرفت عليها من دون ما تهاجمها، اذا انت خليه تيسل ناجحه، انت صرتي ماتشور، انت بتقدري تروحي تطلعي، مش صرتي ماتشور زي انت بتقدري تطلعي للدم اوكي. فهاي اذا طريقه تانية الجسم بتاكد فيها انه ما يصير عندي اوتو اميون ديزيز. طب اخر شغله احنا حكينا انه كانت دبل بوزيتيف، اخر شغله بس تي سيل ديفلوبمنت، زي ما حكينا بصير عندي انا تي ايش كنا احكي دبل بوزيتيف سيلز، دبل بوزيتيفز يعني عليهم سي دي 4 وعليهم سي دي 8. بس هذا الحكي مش هو اللي أنا بشوفه بالدم، فإذا بالثايمس رح يكون اللي صار عندي هو إنه بس واحد من هاي الكلاستر ديفرنشيشن ضل على الخلايا، أنا يا رح ألاقي بالدم سي دي 8 أو سي دي 4، ما رح ألاقي اثنين. طب شو اللي بيكون صار عندي؟ اللي بيكون صار إنه بالثايمس إجت الأنتيجين بريزنتينج سيلز فرجت خلايا تي سيلز اللي هم الام اتش سي، اي خليه راحت شبكت على الام اتش سي كلاس 1، اي شيء عمل بايندينج للام اتش سي 1 بيطلع على سطحه سي دي 8 بس، ام اتش سي 1 بيعطيني سي دي 8 بوزيتيف. تمام، اللي بيكون صار بالضبط انه اول ما يشبك التي سيل مع الام اتش سي 1 بتروح بصير عندي سيجنلز تدخل على النيوكليوس وبتحكي للنيوكليوس اوكي شايف كل الجينات اللي قاعده عم تعمل لي بروتين السي دي 8 خليها موجوده خليها تشتغل، اي بروتين اي جين قاعد عم بيعمل سي دي 4 اعمل له داون ريجوليت بطل كونه، انا بديش هذا البروتين خلاص بطل فيه اي داعي انه احنا نعمل سي دي 4. ليه؟ عشان احنا راح نصير خليه تتعرف على الام اتش سي 1 بس، رح نصير خلية إيش اسمها سايتوتوكسيك تي سيل. اوكي سايتوتوكسيك تي سيل هي عبارة عن التي سيلز اللي بتتعرف على خلايا جسم اللي صارت انفكتد وذ فيروسز، وهي برضو اللي بتتعرف على الكانسر سيلز. اوكي هذا الحكي لو التي سيل عملت بايندينج للام اتش سي 1. طيب لو عملت بايندينج للام اتش سي 2 شو رح يطلع عندي؟ نفس الحكي رح تيجي سيجنال على النيوكليوس تحكي لها بس اصنعي سي دي 4، احنا هلا بطل في اي داعي انه يصير على سطحنا سي دي 8 بس طلعي لي سي دي 4 عشان هلا رح يصير اسمنا سي دي 4 بوزيتيف سيلز، بمعنى وبرضه لنا اسم ثاني اللي هي تي هيلبر سيلز. التي هيلبر سيلز هي رح تعرف على الخلايا الفورين يعني اللي فيها فورين انتيجنز. اوكي وبهيك بنكون وصلنا للتي سيلز اللي بيكونوا موجودين بجسمنا، ويعني وصلنا لاخر نهايه التي سيل ديفلوبمنت. اوكي هلا احنا بالبدايه كل اللي حكيناه قبل شوي كان عن الالفا بيتا تي سيلز، ففرصه برضه نشوف ايش وضع الجاما دلتا. احنا حكينا 10% ل 5% من التي سيلز بدل ما يصير الفا بيتا بصير جاما دلتا. طيب هاي الجاما دلتا ايش وضعها؟ الجاما دلتا احنا لو نجي نوصفها بتكون هي أقرب للإنيت إميون سيستم من الأدابتف. نشوف سطح تبعها إيش في عليه ريسبترز، رح ألاقي ما عليه سي دي 4 ما عليه سي دي 8 بس عليه سي دي 3 اللي هي البروتينات اللي حكينا عنها قبل شوي. أوكي وهي بتكون لي 5% من البريفرال بلود تي سيلز. وين بلاقيها موجودة؟ بالميكوزل ميكوزل إبيثيليم. ميكوزل إبيثيليم هي يعني الإبيثيليم موجود مثلا بالتوم بالإسوفيجس بالستومك هيك الأشياء هاي الأماكن. اوكي هي بتساعد البي سيلز انهم يعملوا انتي بودي كلاس سويتش، هي جزئيه اللي حكينا عنها هون هاي. اوكي هي بتساعد فيها وبعدين عندي ثاني شغله هي ريجولاتوري فانكشن، يعني احنا عندنا عم نتحكم بالاميون ريسبونس تبعتنا، هي مش قاعده عم تتصرف ك اميون سيل، لا قاعده عم يعني خلينا نقول زي كانه عريف يعني عم بشوف عم تتحكم بالوظائف انه تكون عم صح. اوكي فبدل ما تروح تتعرف لي على انتيجنز، لا الجاما دلتا تي سيلز بتشوف
تشوس التشو ستريس، تمام؟ لو كانت النسيج في عليه ستريس هي بتلاحظه وبتتصرف يعني على هذا الأساس. أوكي؟ اللي بتعمله برضه إنه لما يكون بلش الإيميون ريسبونس يصير مضر، هي بتخففه، بتحكي للخلايا لا يا جماعة أنتوا هيك زودتوها، أنتوا هيك رح تضروا الجسم، تمام؟ زي ما حكينا الجاما دلتا هاي بتكون أحد عم بتساعد لي بالإنيت إيميون أكتر من الأدابتيف. ليه؟ عشان رح ألاقي إنه في عليها يعني كم من وظيفة كتير شبه الإنيت، إنه أولاً بتعرفوا على الأنتيجنز من دون بروسيسنج، من دون MHC restriction ولا أي شغلة، يعني مش بحاجة إنه يجي MHC يفرجيها الأنتيجن، هي لحالها تتعرف عليه. غير هيك هما بيساعدوا لي بالفيرال إنفكشن. وبرضه هاي الجاما دلتا متى بلاقيها كتير عم تشتغل؟ لما يكون يعني بالمواليد الجداد بالإيرلي لايف، الصغار بالصغار لسه ما بيكون الألفا بيتا تي سيلز اكتمل تطورهم، بكون الأنتيجن بروسيسنج عندي لسه ما اكتمل، فعشان هيك أنا بكون بحاجة لخلايا زي الجاما دلتا تي سيلز اللي هي بتبلش تهاجم وبلش تشتغل لحالها من دون غلبة MHC، من دون غلبة كل اللي حكينا عنه قبل شوي عن الألفا بيتا، تمام؟ وغير هيك رح ألاقي إنه الجاما دلتا تي سيلز بيتعرفوا على الأنتيجنز اللي معمولين من بروتين وبرضه معمولين من النون بروتين، نون بيبتايد يعني أنتيجنز، مش زي التي سيلز العادية، التي سيلز العادية بس بتتعرف على البيبتايد أنتيجنز، تمام؟ فهاي هي الجاما دلتا تي سيلز. خلينا نشوف هاي مراجعة بسيطة، زي ما حكينا أنا بيكون عندي البروجينيتر اللي رح نوديه للثايمس، بيكون عليه بس يدوب، بلاش نطلع على هذا الريسبتر، بيروح بيوصل للثايمس يا إما بصير ألفا بيتا أو جاما دلتا. هلا جاما دلتا خلص صار هو شكله جاما دلتا وبيكمل زي ما حكينا. ممكن برضو يكون مشي على الطريق اللي أغلب الخلايا بتسويه اللي هي إنه تبلش تكوين البيتا تشين، بلش تكوين البيتا تشين بعدها منبلش تكوين الألفا تشين وهيك بيطلع عندي ألفا بيتا تي سل. أوكي؟ نيجي نحكي عن البي سيل ديفلوبمنت. انا اسفه فعليا كتير اسفه انه هالقد طولت بشرح، بس البي سيل ديفلوبمنت ايش خطواتها؟ اول شغله رح يطلع عندي هو البرو بي سيل. البرو بي سيل زي ما حكينا بتطلع من الكومن ليمفويد بروجينيتور، صح؟ فهي اول مرحله بلاقيها بالبون مارو، ببلش عندي الريسبتر اكسبريشن، ببلش يتكون عندي البي سيل ريسبتر. فاول ما تطلع الـ two heavy chains، أوكي؟ اللي هي الـ IgM heavy chains، بصير اسم الخلية pre-B cells، أوكي؟ بعدين لما يتكون الـ light chains، بصير اسمها الـ immature B cells. هلأ الـ light chains بالبداية بنكون إحنا عم نحاول نكون الـ light kappa type، أوكي؟ اللي هي الـ constant تبعها يكون constant kappa. إذا ما زبط نطلع constant kappa منطلع constant lambda، أوكي؟ فكان عندي pro B cell، بلشنا نعمل expression للreceptor بإنه بلش نصنع ال heavy chains، نصنعت ال heavy chains صار اسمها pre B cell مش pro. لما صارت pre B cell ببلش يكتمل فيها الreceptor بإنه ال light chain بينصنع، light chain يا إما بيكون كابا أو بيكون لامدا. لما يكون خلاص اكتمل light chain وكل ال BCR صار كامل، كل ال IgM BCR مكتمل، بصير اسمها immature B cell. فpro B cell، pre B cell، هي pro B cell، pre B cell، وبعدين immature B cell. أوكي؟ إن هي عليها ال IgM بس. نشوف selection تبعت ال immature B cells كيف ال bone marrow بيختار الـ immature B cells المنيحة ولا لا. هلأ الـ selection برضو ببلش لا الـ immature lymphocytes بس يعني أقل من الـ T cells. الـ T cells كتير بيتعرضوا لـ selection وكتير بيكون إنه أنا بس بدي أختار أفضل T cells واللي بيشتغلوا كتير، صح؟ الـ B cells شوي أخف. هلأ بصير عندهم positive selection وبرضو negative selection. الـ positive selection للـ B cells بيكون عبارة عن إيش؟ نفس الحكي إنه أنا بخلي الخلايا تعيش، بخليها تتزايد، بخليها تتكاثر. مين اللي قادرين يشبكوا بالسلف MHC من دون يعني ارتباط strong؟ أوكي؟ أي خلية ما شبكت مع السلف MHC بتموت،
اوكي. فاذا انا بدي اوظف يعني بدي اعمل هاي سبوزيف سيلكشن، بدي اشغل بس اللي عم بيعملوا بايندينج للسلف ام اتش سي، بخليهم يعيشوا، بخليهم يتزاود يعني يزيدوا وكل هذا الحكي. اوكي طيب مين هم الخلايا اللي رح اعمل لهم نيجاتيف سيلكشن؟ هلا البي سيلز مو كتير بتعرضوا للنيجاتيف سيلكشن. ليه؟ عشان عاده لو صار في إشي مشكله، لو صاروا سلف رياكتيف، لو يعني شبكوا بقوه، بدل ما اخليهم يموتوا بخليهم يعملوا ريسبتر اديتنج، يعني يغيروا شكل الريسبتر تبعهم. اوكي فعاده البي سيل لو صار الريسبتر بايندينج سترونجلي، بدل ما اخليه يموت بخليه يعمل ريسبتر اديتنج. هلا الريسبتر اديتنج شو فكرته؟ انه ببدل الـ variable part تبع الـ light chain. الـ light chain بيكون يعني بخليه يصير فيه عليه VG kappa جديد أو VG lambda VJ sorry lambda جديد. لو ما زبط إني أعمل editing خلص موتي، يعني بشطبها، بشطب كل الشغلة، تمام؟ فهذا السلكشن اللي عم بصير اللي هي إن أنا بس اللي ناجحين، بس اللي قاعدين عم بيشبكوا بالطريقة اللي أنا بدي إياها بالضبط، بسبب لي بالأخير إنه فقط 5% من التي سيلز اللي بيكونها جسم فعلياً بنختارها وبتصير ماتشور وبتروح على الليمف نودز، وبس 10% من البي سيلز بصير لها ماتشوريشن وبتروح على الليمف نودز، تمام؟ هلا أغلب البي سيلز وين بيروحوا؟ راح يروحوا للبريفرال ليمف نودز، وبالبريفرال ليمف نودز بصير لهم ماتشوريشن. شو الماتشوريشن سوري شو الماتشوريشن اللي بصير للبي سيلز؟ انه يطلع عليها IgD جنب الـ IgM. لو نشوف هنا لما حكينا عن الـ immature B cell حكينا انه بيكون عليها IgM، لما يطلع جنبها IgD هيك بتكون صارت mature. وين هذا الحكي بصير؟ بالـ peripheral lymph nodes. اوكي فهي صورة جديدة، صورة يعني مختصرة، عندي immature B cell بنحاول نخليها تتعرف على الـ MHC. لو شبكت خلص انت منيحة وبصير لك positive selection ويلا اشتغلي، بس لو كانت سيلف رياكتيف بعطيها فرصة، ضبطي حالك، اعملي ريسبتر اديتنج، غيري الريسبتر تبعك، غيرتي بطلتي سيلف رياكتيف، بطلتي تهاجمي خلايا جسم الجسم، فيلا اشتغلي، يلا بصير لك بوزيتيف سيكشن، كملي حياتك، يعني سيرفايف. اما اذا ضليتي مع الريسبتر اديتنج سيلف رياكتيف، فانا راح اغصبك انك تعملي ابوبتوسيس، راح اغصبك انك تموتي يا خلية immature B cell. اوكي فعندي بعدين شغلة الالليك اسكلوجن، هو موضوع بسيط. كل الفكرة بالموضوع انه انا ما بدي كل ما تيجي بي سل تتكاثر تروح تعمل لي ريسبتر مختلف. هلا بالكروموسومات تبعتنا احنا دائما بالجينات عندي 2 alleles، يعني عندي خيارين، دائما عندي يعني بلاقي 2 alleles للجينز. انا كل الليل رح يعطيني بروتين مختلف، هذا الحكي ما بدي اياه يصير بالبي سيلز. خلاص اذا احنا كوننا اميونوغلوبولين، كوننا ريسبتر فانكشنال ومنيح وبيشتغل صح، انا ما بدي انه يرجع يطلع لي بروتين تاني عشان والله عملنا اكسبريشن لأليل تاني. فشو الحل؟ انه بروح بمسك الأليل التاني وبشطبه، يعني فعليا بعمل اكسكلوجن للأليل التاني على اساس انه البي سيل ما تكون الا نوع انتي بوديز واحد، بدي يكون only one kind of variable chain. لما انا اضمن انه كل كل بي سيل عم تعطيني نوع ريسبتر واحد، هيك بكون عم اضمن انه الكلون تبعت البي سيلز ايش مالها specific، يعني هي قاعده عم بتهاجم نوع انتجن واحد. هلا كلمه كلون يعني خلينا نقول مستعمره بي سيلز، عشان البي سيلز بدهم يتكاثروا بيعملوا زي كلون، انه مستعمره كلهم خلايا شبه بعض. اوكي بيكون هدول الخلايا كلياتهم سبيسيفيك بانهم بيهاجموا انتجن واحد، انا ما بدي اياهم يصيروا كل واحد يطلع له ريسبتر مختلف، فعشان هيك اللي بعمله هي الاليليك اكسكلوجن، انه بمنعها تروح تكون لي اي فاريبل ريجن تانية، بمنعها تكون بروتينات تانية او ريسبترز تانية. اوكي فنيجي لاخر موضوع بالسلايد اللي هو البي 1 سيلز. حكينا البي سيلز في منها نوعين، الكونفنشنال والبي 1. هلا البي 1 عندي رح يكون عليها البي سي ار اللي بنعرفه، اللي هو بيكون شكله زي الاي جي ام، بس برضه في جنبها ريسبتر تاني اللي هو السي دي 5 بلس.
لما يكون عليها CD5 رح أسميها B1 cells. B1 cells رح يكونوا لي 5-10% من البي سيلز اللي موجودة بالدم، وهي موجودة بالطبيعة من وقت ما يكون البيبي فيت يعني الشخص فيتس. أوكي، شو بتكون هاي البي 1 سيلز؟ IgM. بس الأنتيبادي الوحيد اللي بتكونه هو IgM. الأنتيبادي اللي عليها موجود لحاله ناتشرالي من دون immunization، من دون ما نروح احنا نتعرف على antigens ولا اي شيء، خلاص هي بس عليها IgM من الاساس. برضه لها limited diversity، يعني لو اجي اطلع على انواع الريسبترز اللي موجوده على البي 1 سيلز رح الاقيها لال، يعني دوب كم من نوع. اوكي، غير هيك على طول بتعمل antibody production، يعني هي بتتصرف بسرعه، فانا عشان هيك شوي بقدر اعتبرها جزء من الانيت immune system اكتر من انها جزء من الادابتيف. شغلة تانية بتخليني اعتبرها اقرب للانيت بانها برضو بتهاجم الكربوهيدرات. انا معرف انه البي سيلز والتي سيلز بس بيهاجمولي البيبتايد انتيجنز اللي هي الانتيجنز المكونة من بروتينات، بس البي 1 سيلز لا بتهاجم الكربوهيدرات. تمام، هاي السيلز شو كمان ما بتعمل isotype switch، ما بتحول، مش انه والله مرة بيكون عليها IgM ومرة IgD ومرة IgG ومرة IgA. اوكي، ما عندها برضو الافينيتي ماتشوريشن، ولما تيجي تشتغل ما بتكون بحاجه للتي سيلز. الكونفنشنال بي سيلز، البي سيلز اللي احنا بنعرفها واللي هم بيكونوا لي 90% من البي سيلز اللي بالدم، هذول لا بيحتاجوا التي سيلز بانهم يشتغلوا. اوكي، برضو بس البي 1 سيلز ما بيحتاجوا التي سيلز. بعدين عندي سيل انهم البي 1 سيلز هذول سيلف رينيوينج، بجددوا حالهم لحالهم. وين راح الاقيهم موجودين؟ بيكونوا موجودين بالبيريتونيوم والميكوزال سايتس. بيريتونيوم طبعا هي موجود عند منطقة البطنية. اوكي، الاخر شغلة المارجنال زون بي سيلز، هي عبارة عن distinct population من البي سيلز اللي هي خلينا نقول بتهاجم البوليساكرايدز. اوكي، هي نوع معين من البي سيلز ايش بيعمل لي؟ بيهاجم البوليساكرايدز مش البيبتايدز زي ما احنا بنعرف. لما يصير لها activation هاي الخلايا لفترة قصيرة جدا بتروح تكون بلازما سيلز. هاي البلازما سيلز ايش اللي راح ايش الانتيبوديز اللي راح تكونها؟ IgM بس، مينلي بس راح تكون لي IgM. فاذا المارجنال زون بي سيلز يعني بتصرفوا ضد البوليساكرايدز، لما اعمل لهم اكتيفيشن بيروحوا يعطوني بلازما سيلز لفترة قصيرة، شورت ليفد، يعني بلازما سيلز بيكونوا يعني حياتهم قصيرة وبس بيكونوا لي IgM، مش انتيبادي تانية. اوكي، وهذه مقارنة بين الconventional B cells والB1 cells، هي نفس اللي حكيناها قبل شوي بس انه اعادة، فبدكم ما ترجعوا تقرأوها على اساس يعني تثبت المعلومة عندكم. وبهيك نكون خلصنا المحاضرة، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ويا رب يكون الموضوع واضح. انا شوي صراحة كنت متوترة اشرحها عشان حسيت انه هي فعليا صعبة وكان السلايد صعب ترتيبه، بس إن شاء الله كل شيء يكون واضح. إذا حد ضل عنده أي سؤال يبعث لي، وبالتوفيق يا رب.